الشاهين هو أكثر أسماء الصقور المعروفة انتشاراً، وهو معروف بشكل كبير على مستوى العالم. يحتل هذا النوع المرتبة الأولى من حيث السرعة، ويتميز بأعداده الهائلة والتي تختلف في أحجامها وأشكالها. ويقسم هذا النوع إلى فصيلتين أساسيتين، وذلك حسب تصنيف العرب المختصين في صيد الصقور وترويضها. الشاهين البحري. يعتبر الشاهين البحري من الصقور المهاجرة والتي تنتقل عبر البلدان لتقضي فصل الشتاء في الأماكن المناسبة لها. وفي العادة تبني الصقور أعشاشها في الجبال، وسميت بالصقور البحرية نتيجة رؤيتها على السواحل. وتسمى الصقور البحرية بعدة أسماء نسبة إلى ألوانها، فقد يطلق عليها اسم الدعامة أو السوداء أو الحمراء. وأيضا الشاهين الجبلي. الشاهين الجبلي يختلف عن البحري من حيث اللون والحجم، إذ يعتبر أقل حجما من البحري. وهذا النوع من الشاهين لا يهاجر، بل يبقى مستوطنا في بلده الأصلي ويبني أعشاشه في جبالها وهضابها. وسمي بالشاهين الجبلي لأنه يتم رؤيته وإمساكه في الجبل. صقر الجير. هو صقر يعيش في القطب الشمالي، فهو قادر على تحمل درجة الحرارة الباردة بشكل كبير، ولا يهاجر هذا النوع باتجاه أي من الدول العربية، لذا فهو غير معروف لدى العرب. كما يذكر أنه أطلق عليه اسم الجير نسبة إلى الجبال ذات الصخور الجيرية والتي يفضلها هذا النوع من الصقور. ويصف صقر الجيل بأنه الأكثر عددا من حيث الفصائل بين الأنواع الأخرى من الصقور. الحر. صقر الحر يعيش في روسيا وأوروبا الشرقية والباكستان، وهي صقور قوية وعادية من ناحية الحجم، وليس هناك سبب ثابت لتسميتها بهذا الاسم، كما أن لها عدة أنواع لكنها ذات فروقات بسيطة جدا، مما يجعل الطابع العام لهذا يظهر على أنها ذات نوع واحد. وأخيرا الوكري. الوكري هو الأصغر حجما بين فصائل الصقور المختلفة، ويعيش في عدد كبير من الدول، كما أنه من الصقور الغير المهاجرة، ويستطيع هذا النوع أن يتأقلم بشكل كبير مع الظروف الجوية المختلفة، وهو من أكثر الطيور التي تستجيب بشكل سريع للتدريب، غير أنها سرعان ما تنقر ما تقدم لها.